قصتنا اليوم عن هذا المدان هو العلاقة غير جيدة مع أهله، ولكن شنو اللي سواه؟ اختار يعني الحقيقة ما هو سيء في الدنيا والآخرة وفي أعين البشر. شلون؟ عاف كل هذه السرقات اللي موجودة أمامه وراح يسرق زوار الإمام الحسين. رحت النجف بالزيارة بالمشاية بالأربعين مال حسين ومال وفاة الرسول اثنين زين. انطريت بريد موبايلات محفظات شريط من الزوار وعالشحين وعالنايمين، انطريت لميت جمطة مال سفر بالتليفونات محفظات والتليفونات جمطة مال السفر نزلت بي برمجتهم بعتهم كمتهم بعتهم باب الشرجي وقسم بالكارنية زين. بعت قسمتين حطيت فلوس قلبي مصرف ما عاد وين لا عاد راتب لا هاي معوق زين. ما لا ليش ما تمشي على الدرب على ما اقدر دمش بدمي انطريت اخوتي كتلون بيه وشمون بيه وسوون بيه وعدمون بيه ثم بعد هذا حياتي مستمر وين وين طوشي ها الشيطان لعب راسي وتندمت هذا جزاء الدوله بعد ندمت عليه حيل وين اروح وين اروح. رحت الصديق ما طاني عمام ما طاني اخوي ما طاني هاي حابه الزوار صح ندمت استاذ حين اعتماد بين نفسي قلت استاذ شفرطني جابنا هاي السالفه لعبهم مجدي بالشارع ولا هاي السالفه هاي انا ابو الفلوس خذيتهن لميتهن طيتهن وديتهن هلو للنجف للحضره طبعا ما ندمت هيك ولا اثنين ثلاثه زين. الفلوس اللي مالت الزوار والله رجعت لنا مال بقى. والله ما خليته حرام يعني انت مره واحده سويتها مره واحده اي اي طلعت 10 ملايين والله ورجعتهم اي رجعتهم طبعا ما انا برت من الزوار هيك سالفتي هاي سالفتي ساعة الشيطان قال هاي روح بعد الله ياك ما عاد شيء خذوني جاي زورهم بالامام مال الامام علي طلع من الامام حجر الرفور الرفور وهويتي الهويتي تفضل عمي هويتي تفضل يعني تفسع طببوني لبس ثاني وصعدوني القاضي حكم لي سنه ونص وبعد توبه والله انصح اخوتي واصدقائي وربعي ما يشوفون هذا الطريق هذا حلو مو حلو مو متوبنا زين بس اقول لهم هاي الحكايه لهم.